رياضيا، المارد الأحمر حقق امبارح فوز مستحق على الداخلية بثلاث أهداف نظيفة في المواجهة اللي أقيمت ما بين الفريقين واللي جت ضمن مواجهات الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي عزز النادي الأهلي صدارته لجدول ترتيب البطولة برصيد 72 نقطة ويضع يد على الدرع، ولم يتبقى للأحمر سوى 4 نقاط فقط لحسم اللقب رسميا، بينما توقف رصيد الداخلية عند 30 نقطة محتلا المركز الـ 12.